واشتاق لعذاب معك والدموع فكرك وارجع تاني. Les entrées dans mon cœur une part de bonheur. بالنسبة لآخر آخر أغنية صدرتها الحمد لله كانت واحد ديو مع واحد المغنية فرنسية إيميلي دي فاشيل. وكانت الفكرة أننا درنا واحد المزيج ما بين الثقافتين العربية والأوروبية والغربية، يعني اون شونسون اوكسيدونتال اون شونسون اوريونتال. اختاريت لا شونسون ديال أهواك ديال عبد الحليم حافظ ولا في اون روز ديال إيديت بياف، لأنهم كيكون تقريبا مخدومين في واحد لاكام، يعني كانت هذيك الرؤية أنهم هما اللي يتناسبوا باش يديروا هذاك المزيج ما بين الثقافتين. والحاجه اللي جديده اللي درنا في هاد لا شونسون هو اننا لبسنا هاد الاغنيه في اغنيه اخرى، يعني خدينا الكلمات ديال اهواك ودرناهم في لا ميلودي ديال لا فيون روز والعكس صحيح. وكنت هاد الفكره هادي كتدور في راسي يعني سنوات، وانا كنفكر باش نحقق هاد المبتغى هذا. وكنت باغي انها تكون مع مغنيه فرنسيه، ما تكونش مغربيه ولا سميتو. علاش ماشي عندي اصدقاء وصديقات ديالي تيغنيو فرونسي مزيان، ولكن باش يكون عندها واحد لامباكت واحد تاثير خاص تكون هذيك التلاقح ديال الثقافات. والحمد لله الاغنيه لقات واحد الصدى طيب، والحمد لله كما تخيلتها كما خرجت. بالنسبه للكواليس ديال التصوير ديال الكليب كانت رائعه. هو اولا بعد الاغنيه خدمنا الموسيقى، خدمها معايا الفنان ياسين بلغيتي، واحد الشاب مغربي تبارك الله عليه موهوب وغادي يقول كلمته ان شاء الله في السنوات المقبله. خدمنا الموسيقى، ارسلناها لإيميلي لا فرانس، سجلت هي الصوت ديالها تما وصيفطاتو لينا، درنا الميكساج والماسترينغ، تكملنا لا شونسون. عاد جات هي عندنا هنا المغرب، جات دوزات معنا واحد لا بيريود هنا، منها سياحه ومنها خدمه، والكواليس دازو في واحد اجواء رائعه الحمد لله. كنشكر من هذا المنبر كنشكر الاصدقاء ديالي، منهم اللي فنانين ومنهم اصدقاء ديالي شخصيين اللي تعاونوا معايا في الاكسسوار ديال اللبس ديال ايميلي ولا كاع في اللوجيستيك ديال لو كليب. سجلنا عند الاخ رضوان في استوديو ريدال، وفي لو كليب اللي غيلاحظوا الجمهور اننا خدمنا جوج ديال لي ستيل. درنا واحد لي ستيل فيستيمونتير ديال لي زاني 60 ديال لي زاني 50 ديال في لا فرانس، وخدمنا حتى الزي التقليدي المغربي اللي بينا نوصلوه لهذوك الناس في الاوروب يشوفوا، بحيث درنا الجابادور المغربي وهي لبست القفطان المغربي، وكانت واحد الخليط واحد المزيج زوين بزاف. والحاجه اللي رائعه عاوتاني في لا شونسون هي انها في ايميلي في الاخير ديال الاغنيه غنات بالعربيه، يعني غنات بالعربية أبخي غنات بالفرنسي في الأول، في الأخر غنات بالعربية، وكانت تبارك الله عليها أجادت يعني كان واحد النتيجة رائعة. يعني كانت عندها واحد الصديقة ديالها تونسية تما في فرنسا هي اللي عاونتها في النطق ديال الكلمات ومخارج الحروف، لأن عرفتي هما كيكون عندهم شوية مشكل في بعض الحروف العربية. الحمد لله كانت نتيجة رائعة وكما كنا كنتوقعوها. الحمد لله داكشي اللي كنت كنتوقعه الحمد لله ملي حطينا الاغنيه على منصه يوتيوب وفي الفيسبوك، تلقت واحد اقبال رائع من طرف الناس، وصلوني بزاف ديال الرسائل ديال لي ميساج من الناس كنعرفوهم ما كنعرفوهمش، اللي عجبهم هذاك المزيج اللي درنا. وكانت الاصداء طيبه والحمد لله، هذا زعما من فضل الله سبحانه وتعالى. والانسان ديما الابداع كيبغي انك تفكر خارج الصندوق ودير شي حاجه جديده اللي ما تعودوش عليها الناس، اوتوماتيكمون الناس راه كيتقبلوا هذاك الشيء وتيبغيوه، والحمد لله على النتيجه اللي وصلنا لها. بالنسبه للجديد ديالي الحمد لله حاليا كنشتغل على اغاني ديال واحد المغني وائل شكري، ولد مدينه اكادير تبارك الله، عنده واحد الطاقه صوتيه رائعه. خدامين على واحد دو شونسون ديالو، خدامين مع
الفنانه بسمه بوشيت حتى هي راه كنخدموا معها دي شونسون اللي غادي يخرجوا. بالنسبه لي انا كنت درت واحد لا شونسون على الاب ديالي الله يرحمه الوليد ديالي مصوبه مقاده، لان سجلت الموسيقى في مصر والميكساج وكلشي تدار في القاهره، وعما قريب ان شاء الله غادي ندير لها فيديو كليب باش ننزلها ان شاء الله للسوق. وو ميم طون خدم على واحد لا شونسون اخرى شويه هذه نشطه شويه وفيها شويه ديال الحركيه، غنقول لكم هنا العنوان صاحبي هو جيبي هذا هو العنوان ديالها، نتمنى انها تعجب ان شاء الله الجمهور. بالنسبه للانجاز اللي حققوه اسود الاطلس في مونديال قطر اللي فرحونا، لانهم وصلوا للدومي فينال اللي اول فريق عربي وافريقي كيوصل لهذه المرتبه هذه، والحمد لله درنا واحد الاغنيه مع الفنان مرسلي، كان جاب لي واحد اللحن ديال واحد الاغنيه معروفه وكتبت عليها كلمات، الاغنيه سميتها ديروا النيه، اللي بغى يتصنت لي يسمع يدير ديروا النيه مارسلي راه غادي تخرج له لا شونسون. درنا لي ان فيديو كليب كان عفوي والحمد لله لقى واحد الاقبال كبير بزاف، وراه كدوز في منصات في لي راديو طيلات هاد الايام هادو لحد الان يوم الصباح راه سمعتها في لا راديو. الحمد لله كانت لقات واحد الاقبال كبير 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 عند الناس وعجبتهم، وكنشكرهم من هذا المنبر الركراكي ووليداته كما تيقولوا اللي شرفوا المغرب وشرفوا العرب وشرفوا افريقيا، وكنتمنى ان يكون هذا واحد الدافع وواحد واحد الحاجه اللي تجعل جميع الناس في كاع القطاعات يخدموا بالنيه باش يوصلوا للمبتغى ديالهم. واخيرا كنشكر قناه الدار اللي ديما كنلقاوها في جنبنا كتواكبنا في الابداعات ديالنا ولا الاصدارات الجديده ديالنا، وقت ما كنحتاجوهم كنلقاوهم جنبنا، كنشكرهم بزاف وكنشكر الجمهور المغربي، وكنتمنى سنه سعيده لجميع المغاربه سواء في داخل الوطن ولا خارج الوطن. شكرا. Bonjour à tous, salam alaikum. J'aimerais partager avec vous cette expérience inoubliable, je précise, que j'ai eue grâce à Khalid Nassiri. Donc avec Khalid, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a proposé à la suite de vidéos qu'il a vues sur mon YouTube une collaboration mélangeant la culture orientale et occidentale. Alors bien sûr, chose que j'ai tout de suite acceptée parce que j'aime beaucoup la culture orientale. J'aime la diversité, la mixité, je prône le partage, l'échange et j'ai trouvé cette idée extraordinaire et très ingénieuse. Voilà, parce que Khalid a entendu des notes très similaires entre deux chansons, donc de deux grands artistes. Hein. Donc je rappelle Edith Piaf et Abdel Halim Hafiz. Et voilà, donc c'est un gros défi qu'on a relevé ensemble et ça a été donc une expérience qui a été juste magique. J'ai été accueillie, on va dire, à la marocaine, c'est-à-dire un très très bel accueil, que ce soit par sa famille, ses amis, le peuple marocain. Et voilà, on a vécu une expérience juste incroyable et j'espère qu'on en vivra d'autres d'ailleurs. Parce que c'était un moment magique. Merci et j'espère à bientôt. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.